مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. اليوم بدي اعملكم انبوكس لهذا الشغله الحلوه اللي هي مايك بروفيشنال مايكروفون. اول شيء عندنا يو اس بي اوديو كارد، نستفيد منها. خلينا نشيل الشغلات اللي بدناش اياها. اوكي، وفي عنا، انا صراحة لسه هذا الفلتر، في هذا الماونت، هذا اكيد عشان نربطه. خلينا نربطه بالطاولة، شايفينه؟ خلينا نربطه هنا. اوكي، ربطنا بالطاولة، هي صار ثابت. بعدين اتوقع طبعا ايش لازم تقرأوا الكتالوج، بس احنا كسالة اتوقع انه لازم نحط هاي. خلينا نجرب. اوكي، ايوه هيك، هاي بتنحط. اوكي، هلا بيجي دور الميكروفون، تيجي عليه هاي الشغلة عشان تعمل فلتر للهواء. ممتاز. هذه ايش هاي؟ هلا بنشوف. هذه والله شكلنا لازم نشوف الكتالوج. هاي هون، محل هاي يعني واحدة تانية. اوكي، خلينا نحطها. شكلها بتضيع كتير. طيب شكلها هذا، حط هذا. اتوقع هذا بيجي هون. أذروي. اوكي، هذا هون. صح. هذا. اوكي. هذا فك. هذا. هيك. اوكي. لازم الواحد يكون شوية. اوكي. وهذا السلك، المفروض السلك اللي بده يروح على الكارت. اوكي. هذا السلك اللي بيجي هون. صح؟ صح. السلك بيجي هون، بس هذا، بس هيك يعني. هيك هو. ممكن في شيء مع هذا. اوكي. هاي لازم تيجي هون. وهذا هو السيت اب تبعها، وبنقدر نصغر ونكبر. اهلا وسهلا، خلينا نجرب الصوت. هيك المايك اي ثينك. خلينا نحطه باليو اس بي. اوكي، ما بديش ابدي كاميرا. هيك خلينا نجرب نعمل فيديو. ندخل على هذا الموقع ونعمل فيديو. سكيب ريكورد تيست ونشوف كيف الفويس. بس خليني اشوف المايك، طلع عندي اوديو. الو الو الو. لا، هذا الاصلي. قلت تيست. يس، هي تست 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 تست. اوكي، خلينا نعمل ريكورد. مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا على احلى يوتيوب. راح تشوفوا معنا اليوم ريفيو لهذه الميكروفون. ان شاء الله يكون الصوت واضح، هنجربه ونسمعه مع بعض. خليكم معنا. ممتاز، خلينا نشوف شو اللي طلع معنا الآن. دررم. طبعا هاي بدها مايك عشان نسمع الاوتدور اوتبوت. ان شاء الله يكون صح.
بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا على أحلى يوتيوب. راح تشوفوا معنا اليوم ريفيو لهذه الميكروفون. إن شاء الله يكون الصوت واضح، حنجربه نسمعه مع بعض. خليكم معنا. طبعا حنعمل هلأ كمان تيست، بس شو راح يكون التيست هذا؟ مع نويز من آدم، فخلينا نشوف معكم كيف هذا النويز ممكن يكون. مايكرو يو اس بي، يس اوكي، يلا نبدا. اها سلام. مرحبا، اهلا وسهلا فيكم، سلام الجميع. هذا تيست رقم 2. ادم عم بيعمل نويز في الباك جراوند، خلينا نشوف هل فعلا بيطلع صوته ولا لا، ولا هذا الفلتر عم بيطلع احسن. اشوف اذا انا بقرب ولا ببعد احسن، بقرب ولا ببعد احسن، وهذا ما بيعمل نويز في الباك جراوند، ولا هيك افضل اوسط شيء. 4 سلام. يلا مرحبا، اهلا وسهلا فيكم، سلام للجميع. هذا تيست رقم 2. ادم عم بيعمل نويز في الباك جراوند، خلينا نشوف هل فعلا بيطلع صوته ولا لا، ولا هذا الفلتر عم بيطلع احسن. اشوف اذا انا بقرب ولا ببعد احسن، بقرب ولا ببعد احسن، وادم عم بيعمل نويز في الباك جراوند، ولا هيك افضل اوسط شيء. سلام. يا كان بعد ادم 5 متر بس من المكان اللي عم بعمل بسجل فيه، في شويه بس مو كثير يعني. فعلا هذه يعني ثمب اب، اعتقد انها ممتازه جدا، حلت لي مشكله. كان عندي مشكله في كرت الصوت في في الكمبيوتر، وهاي راح تساعدني الان في جود سيت اب. اجين ثمب اب، يعني صراحه يس هاي كلاس. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.